افتتح محافظ الشرقية ممدوح غراب ورئيس جامعة زقازيق خالد عبد الباري فعاليات بانوراما حرب أكتوبر، والذي تنظم الجامعة تحت عنوان حكاية نصر 45 بمشاركة طلاب وطالبات 7 جامعات مصرية. ألقى رئيس الجامعة كلمة هنأ خلالها الحضور بمناسبة مرور 45 عاما على ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مشيرا إلى أنها كانت وستظل ملحمة عسكرية ودرسا وطنيا خالصا يحمل في طياته كل معاني الإخلاص والتفاني للوطن. احنا دي العيد ال 45 لاحتفالات اكتوبر بعنوان نصر 45، ودي فعاليات بتستمر الى 3 ايام. النهارده كانت، يمكن ما اعرفش انتوا حضرتوا معانا العرض الرياضي اللي بدا الاول اللي عملته كليه التربيه الرياضيه بنات، بعديه كان في الدكتور عمرو بيكلم الطلبه عن مساك الطالب، وبعدين سياده الاستاذ ابراهيم حجازي اتكلم معاهم عن ذكرياته كاحد افراد الصاعقه في اثناء حرب اكتوبر. بعد كده عندنا واحد من اهم عناصر الوحدة 39 قتال اللي هي الصاعقة، اللي كان لها دور كبير من 67 لحرب الاستنزاف ل 73. احنا الحقيقة كان اللانشنج او بداية اسرة من اجل مصر كانت السنة اللي فاتت، وعملنا الايفنت كان في جامعة القاهرة بحضور اللواء ناجي شهود. السنة دي احنا منظمينه في جامعة الزقازيق، وده حاجة تشرفني، الشرف ليا الحقيقة، لان كان النهاردة يعني في مثابة عرس لجامعة الزقازيق. العرض الافتتاح كان حاجة تفرح، والحقيقة اسرة من اجل مصر هي اسرة مركزية على مستوى الجامعات المصرية، ليها فكر معين ان احنا عايزين نخلي الولاد بتوع الجامعة نرجع تاني الفكر بتاعهم، الفكر الوسطي بعيد عن الفكر التطرفي. فاول حاجة طبعا احنا شايفينها احتفال 6 اكتوبر. النهاردة احنا بنعرف الشباب، النهاردة جينا نعرف الشباب، نقعد مع الشباب ونعرفهم ما فعلوا اجدادهم وابائهم خلال فترات سابقة، ان اجدادهم حاربوا وقتلوا، جابوا لهم سينا، حافظوا انتوا على سينا، حافظوا عليها ونموها، و باستمرار حافظوا على مصر. كمان مصر محتاجة لشغل الشباب، محتاجة لعمل الشباب، محتاجة لجهد الشباب. الشباب يجب أن يعمل ويجد ويبتعد عشان رفعة مصر.